على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في ظلال الصيام وفي ظل شهر رمضان لنا وقفة مع حديث نبوي عظيم رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هذا الحديث ينبغي أن نقف عنده قليلا لما فيه من الأهمية بمكان. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال رب صائم وصف هذا الرجل أنه صائم، لكنه بنفس الوقت قال ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم، لماذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل ووصف صيامه بهذا الوصف؟ لأنه هذا الرجل قد أمسك عما أحل الله له من طعام وشراب وجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكنه أفطر على ما حرم الله عليه من غيبة ونميمة وقول زور وبهتان وكذب إلى ما هنالك من الصفات التي نهى الله عز وجل عنها. فهذا الحديث يدل على أن الصيام نوعان: هنالك صيام صحيح من ناحية الوصف الشرعي وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا صيام وصفه الشرعي أنه صحيح، لكنه لا يشترط أن يكون مقبولا. هنالك صيام صحيح مقبول وصيام صحيح غير مقبول، أي منقوص الأجر والثواب عند الله عز وجل. وهذا الأمر موجود في كل العبادات. فرجل يصلي مثلا صلاته كاملة الأركان صحيحة الأركان، لكن الخشوع فيها يسير قليل، فيها كثير من الشرود عن الله عز وجل، هذا الرجل ربما لا يأخذ كامل أجر صلاته، كما ورد في حديث أبي داود الذي رواه عن سيدنا عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف من صلاته ولا يأخذ منها إلا نصفها، ثم قال إلا ثلثها، إلا ربع، حتى قال إلا عشرها. قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فهذا دليل على أن هنالك فرقا بين صحة الصلاة وقبول الصلاة. أيضا رجل حج بيت الله الحرام وأدى كل الأركان، طاف وسعى ووقف بعرفة، لكنه أتبع هذا الوقوف وهذا الحج أتبعه بالشهرة والرياء والمباهات أمام الناس، فهذا لا يشترط أن يكون حجه مبرورا. أيضا رجل أدى زكاة ماله على أكمل وجه وأخرج الأموال على أكمل وجه، لكنه أتبعها بالمن والأذى، فهذا رجل قد برئت ذمته من الزكاة، لكنها لا تشترط أن تأخذ كامل الأجر والمثوبة عند الله عز وجل. إذن بناء على هذا الحديث نقول إن هنالك فرقا واسعا بين صحة العبادة وبين القبول في العبادة أيها الإخوة. فالصيام الصحيح المقبول هو صيام المتقين، صيام الصالحين الذين أمسكوا عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وبنفس الوقت أمسكت جوارحهم عن المعاصي، أمسكت عيونهم عن النظر، كفت عيونهم عن النظر، وأمسكت ألسنتهم عن الغيبة والكذب وقول الزور، وأحجمت قلوبهم أيضا عن الحقد والحسد والبغضاء والشحناء. هذا هو الصيام الصحيح المقبول. أما الصيام الصحيح الغير مقبول فهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نحن كثير ما نسأل أيها الإخوة عن صحة الصيام، هذا رجل يقول أكلت ناسيا، هذا أكلت قبل الأذان أو أثناء أذان الفجر، وهذا يقول لم أتحقق من أذان المغرب، وهذا يقول يسأل عن التقبيل في رمضان، أسئلة كلها عن صحة الصيام، يعطون الاهتمام العظيم الواسع للصيام في صحته وشكله، أما عن مضمون الصيام تراه متهاونا متساهلا، صائم يغتاب، صائم ينظر، صائم يتكلم الفحش، صائم هذا الرجل قد أهمل الجانب الأهم في الصيام وجوهر الصيام وهو جانب القبول عند الله عز وجل. فالقرآن الكريم أيها الإخوة تحدث عن جانب القبول،
تحدث عن مثلا في قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا إبراهيم عليه السلام عندما رفع القواعد من البيت، رفع قواعد الكعبة المشرفة، وأهل ذلك أطهر وأعظم من البيت. رفع القواعد: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا قال بعدها؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن الصحة شيء والقبول أمر آخر، شيء آخر. وبناء على هذا الكلام من ها هنا أيها الإخوة جاءت صدقة الفطر. صدقة الفطر جاءت من أجل أن ترمم ما نقص من أجر الصيام، ليس من صحة الصيام. صدقة الفطر تجبر نقص قبول الصيام في الأجر والثواب. نعم أيها الإخوة، أما صحة الصيام له علاقة بالكفارات، له علاقة بالقضاء. أما الجانب الآخر فله علاقة بإيش؟ له علاقة بالقبول. صدقة الفطر طهرة للصائم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو الذي هو الكلام الذي لا يحاسب الإنسان عليه، ليس فيه خير ولا فيه سوء. أما الرفث فهو كلام الفحش الذي يعاقب عليه الإنسان. فالذي عنده لغو ورفث ينبغي أن يزيد من كفارة الصيام من أجل أن يكون صيامه أقرب إلى الله عز وجل وأرجى بالقبول عند الله عز وجل. فينبغي أيها الإخوة أن نكون حريصين على صيام صحيح ومقبول، أن يكون صيام الصالحين والمتقين، صيام عن كل المعاصي، صيام الجوارح، صيام القلوب، صيام الألسن أيضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.